تقدم طبيب ليخطب فتاة من عائلة ميسورة، ولكن الفتاة عندما علمت بجميع ظروفه اشترطت عليه ألا تحضر والدته الزفاف لكي تقبل الزواج به. احتار الطبيب الشاب في أمره، فكر وفكر ولم يجد أمامه إلا استشارة والد أحد أصدقائه الذي يحترمه كثيرا حيث كان أستاذا له في الجامعة. وعندما سأله لماذا هذا الشرط؟ فأجاب في خجل: أبي توفي عندما كنت بالسنة الأولى من عمري، ووالدتي عاملة بسيطة تغسل ثياب الناس لتنفق على تربيتي، ولكن هذا الماضي يسبب لي الكثير من الحرج وعلي أن أبدأ حياتي الآن. فقال له أستاذه: لي عندك طلب صغير، وهو أن تغسل يدي والدتك حالما تذهب إليها، ثم عد للقاء غدا وعندها سأعطيك رأيي. وبالفعل عندما ذهب للمنزل طلب من والدته أن تدعه يغسل يديها. بدأ يغسل يدي والدته ببطء، وكانت دموعه تتساقط لمنظرهما. كانت هذه أول مرة يلاحظ فيها كم كانت يديها مجعدتين وفيهما بعض الكدمات التي كانت تجعل الأم تنتفض ألما حين يلامسها الماء. بعد انتهائه من غسل يدي والدته لم يستطع الانتظار لليوم التالي، فاتصل على هاتف والد صديقه قائلا له: أشكرك، فقد حسمت أمري، لن أضحي بأمي من أجل يومي، فلقد ضحت هي بعمرها من أجل غدي. فمن لم يقدر فضل أمه في حياته لن يجد من يقدره في حياته. فمن أوصلك أيها الطبيب أو الأستاذ أو المهندس وغيركم؟ من صنع لكم الدرب وسهل عليكم الحياة؟ أليس سهر الأمهات وعناية الآباء؟ فالأم ما ارتسمت عليها التجاعيد إلا بعد أن أنفقت عمرا في خدمتك، وما اشتد وهنها إلا بعد أن أفنت ريعان ربيعها في بهجتك، وما تغير لونها إلا من لفح الحر عمرا في طهو لقمتك. صاحبة هذه اليد ضعفت وأنفقت جهدها في سعادتك، لم تغرها المصاحيق لأن جمالها كان في رؤية بسمتك. هي أمك التي لو عشت خادما لها ولو أنفقت ثروتك من أجلها ما وفيت حقها. فهل تعلم ماذا يحدث عندما تتوفى أمك وتصعد روحها إلى السماء؟ تنادي الملائكة: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل عملا صالحا نكرمك من أجله. فاللهم اجعل أمي ممن تقول لها النار عبري، فإن نورك أطفأ ناري، وتقول لها الجنة اقبلي، فقد اشتقت إليك قبل أن أراك. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، اللهم رضاك ورضا الوالدين يا رب. لكل أب وأم ما زالوا على قيد الحياة، بارك الله في أعماركم وألبسكم ثوب الصحة والعافية، ولمن توفاه الله منهم طيب الله مرقدكم وصب عليكم من رحماته صبا، رزقكم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وحشركم مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.